الله صديقي. السلام عليكم، معكم صلاح من وجدة 2011. جيت نقول لكم يعني ما كانش واحد يعني ما كانش واحد الحاجه سميتها الحب. انا كنعرف واحد البنت مع عام ونص وتنضربت على جالها غير هاد الاربع هادي اللي فاتت، يعني ما سولت فيها، ما قالت لي كي بقيت، ما والو. يعني انا وياها يومين كان يعني كل نهار كتكون معايا، جامي تفارقنا. بغيت اول حاجه تحكي لي هاد البنت هذه القصه اللي فوتها معها، المغامرات اللي فوتهم. يعني عاد نمشيو، يعني فوتنا بزاف تاع الصوالح انا وياها. تعرفت عليها في فيسبوك انا وياها، يعني نهضروا انا وياها في فيسبوك، موراها مشيت عندها يعني لواحد البلاد، وموراها عاوتاني وليت جيت، ولات هي جات لوجدة عاوتاني، ولينا تلاقينا انا وياها وبقينا هذيك هي، وتا هي تحدات عليا دارهم، وفوتنا بزاف تاع المشاكل، فوتنا الزينه وفوتنا الشينه انا وياها. بصح انا قلت يعني هاد البنت جامي دوزني، وتما كنت عارف بلا يعني كاين الحب، عمري ما كنت نقول يعني ما كانش الحب. بصح نهار تضربت وكذا ويعني على جالها ما سولت، ما صيفطت لا ميساج لا والو، تما عرفت يعني يعني كنا غاديين، وواحد الدراري يعني ما كانوش يعني كانوا يعني ما كانوش في عقولهم وكذا. هي جات فايته وزعقوا عليها، ومن وليت عنده قلت له يعني علاش كذا، دابزنا هذيك هي تعاونوا عليا، تضربت على جالها. يعني هذا كي ضربت موراها شنو وقع موراها؟ تضربت مشات معايا للسبيطار، تخيطت، من تخيطت هذيك هي تماك ما زادش كاع سولت فيا كاع نهائيا، ولا قالت لي كي بقيت، ولا قالت لي باش راك تحس، ولا صحبت لها تعوقت، ولا الحمد لله راني عاد واقف على رجلي انا، ما صرا لي والو. يعني تحسب انت تعوقت؟ هادشي ما صحبت لها، يعني من ما سولت ما صيفطت لها ميساج لا والو، هادشي ما صحبت لها، مت ولا تعوقت ولا انت تتصل بها ولا تصور لها؟ ما صيفطت لها، كنت مصيفط لها هذيك هي، من ما صيفطت لي ما والو صافي، ما صيفطت لها انا يعني. يعني هذه هي القصه، يعني كنقول يعني ما كانش كاع الحب ولا شي حاجه، يعني الحب ما كاينش. دمرتك يعني؟ دمرتني بزاف كاع. تقول لك نعيش معاك قدام غدا، عرفت شنو الهضره راه؟ السلام عليكم. صوروا واحد كمل معاه هو خويا. هذيك هي يعني كنت ناوي الحلال، وكنت ناوي يعني بزاف تاع الصوالح انا وياها. دارهم عارفين بالله، يعني رانا انا وياها فوتنا بزاف الصوالح انا وياها، يعني يعني كنا باغيين انا وياها يعني نفوتوا بزاف الصوالح. بصح يا راه ني دارت غير العبره، كلشي فات. انا صحبت لها راني معوق ولا شي حاجه، راني عاد واقف على رجلي الحمد لله، انا راني عاد بصحتي احمد ربي ونشكر. دوزنا بزاف مغامرات، يعني باتش معايا برا، يعني بزاف الصوالح هربت معايا من دارهم، فوتت معايا السعيديه الصيف كامل انا وياها، كلشي فوتنا انا وياها. فوتت معايا 3 شهور هي في السعيديه، ومنا ومنا، و 3 شهور هي هربان دار، وضروري واش ضروري هادي تديها وتعيش حتى يعني بنت عام ونص هادي تخلى عليها، يعني عايشين انا وياها واحد العيشه زينه، موراها راه ما كاين والو، بحال راه غير قصه وفات. ضربت ما زادش ميساج سولت عليا ولا شي حاجه. بحال الصوني لها تعرف علاش ولا ما يعني هي يوميا راه حاله في فيسبوك كدير ستوريات كي يعني بالله ما على بالهاش، يعني بالله ما على بالهاش، صحبت لها راني تعوقت ولا راني بالكروسه ولا نحس في الرجال قول لها هكا. هذا الشيء ما كان واش هادي هادي هي القصه خويا. فهمت انت ما تعرفش صحاباتها مثلا ولا شي صحابات؟ لا يعني هاد البنت يعني طالعه لي في فيسبوك يعني بالله كدير ستوريات، وانا كنشوف لها ستوريات وهي كتشوف لي ستوريات، ما تسولت فيا، ما قالت كي بقيت، ولا سولت صحابي ولا شي حاجه، ميساج ما خسراتوش عليا كاع. وانت علاش ما بغيتش تسول فيها؟ ما صيفط لهاش، يعني انا كنت مصيفط لها ميساجات توالا، يعني واش انا اللي مضروب ولا هي اللي مضروب؟ انا هو اللي مضروب خصها، يعني انا هي اللي تجي تسول فيه، يعني كنت غير امي ديالها ولا شي حاجه ضروري غادي تسول فيا ولا شي حاجه، فهمتني؟ يعني اي حاجه ما كنتش ندوزها وما كانتش تدوزني، وفي التالي هذه هي الخيس. شنو الرساله بغيت تقولها؟ ايوا كنقول لها راني روحي يا الظالمه بلا بيك نتكالمه، هذا الشيء ما غادي نقول لها. كنقول لها يعني ما كاينش الحب وصافي، انا كنت دايب لا كاين الحب، ساعه ما كاين لا حب لا والو. دابا الا رجعت عندك ولا عيطات صافي ما كاين والو. تبغيك تبين اللي يقوم بك صافي، يعني صحيح. يعني اللي توقف معك في الشده هذيك هي اللي تبغيك. ما دروك صافي، اللي ما توقفش معك في الشده ويعني تكون واقف على رجلك واش غادي دير به؟ يعني بنادم الا ما وقفش معاك في الشده واش غادي دير به؟ يعني بحال انا كنت مريض البارح ولا البارح، انا عاد اليوم خرجت ما سولت فيا ما والو، علاش غادي كبيره ضربه كبيره؟ انا راه شي 3 غرزات وغارقه شويه،
وضربها انايا مجيت القلب، وفي التالي ما سولت فيا ما والو كاع. يعني كنقول لك يعني ما كانش الحب اخو، هادشي ما نقول، انا كنت نقول جامي تخليني هاد البنت، ساعه خلاتني واش غادي نقول، هذا هو المكتب اخو. يعني انت كنت حامي عليها وضروري راه عام ونص ما كنتش ندوزها. لا لا نسبتها عام ونص، راه عام ونص راه يقولها غير يعني ما كنتش ندوزها اي حاجه، كنا نديروها انا وياها. وفي التالي راك تشوف اخو. شكون صالح كاع ما دوزش في هذيك الزاويه.